النشوى السكري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم مستمعينا أينما كنتم، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من طبابة على ألف ألف أف أم الموجة السعودية. هنكون معاكم أعزائي المستمعين ابتداء من الآن وإلى الساعة 2 بعد الظهر على الهواء مباشرة في حوار طبي مباشر مع ضيف مميز من ضيوفنا اللي دائما بيشرفونا في برنامج طبابة. يسعدنا دائما في برنامج طبابة تواصلكم معنا وتقديم أي استفسار أو تقديم أي إجابة أو استشارة طبعا من خلال ضيفنا اللي بيكون معنا في البرنامج. فإذا حابين تتواصلوا معنا بإمكانكم الاتصال على هاتف البرنامج 012-61-61-100 أو إرسال رسائلكم على واتس البرنامج 055-66-89-01. حلقتنا اليوم أعزائي المستمعين عن موضوع مهم جدا، هنتكلم اليوم عن القلب. ومثل ما تعرفوا التقنيات الحديثة في علاج القلب والرئتين في تطور وتقدم دائم ومستمر، أصبحت بتمنح المرضى الآن نتائج أفضل ونسبة مخاطر أقل. من هذه التقنيات تقنية الإكمو وغيرها من التقنيات المختلفة. فما هو جهاز الإكمو؟ كيف يساعد في العمليات شديدة الخطورة؟ وكيف أصبحت عمليات القلب أسهل وأفضل؟ كيف يتم استخدام تقنية الروبوت في علاج أو إجراء عمليات القلب لدى المرضى؟ ولماذا قد يصاب الأطفال بمشاكل في القلب؟ وكيف يتم التعامل مع مشاكل القلب لدى الأطفال؟ إذا حابين تسمعوا هذه الحلقة أو تشاركوها أحد مهتم بموضوعها، البث هيكون بإذن الله تعالى على الراديو على الموجة FM. بإمكانكم أنكم تستمعوا لنا في جدة على الموجة 101، الرياض على 94، الدمام 107.5، مكة المكرمة 102.5، والمدينة المنورة 104.5. كمان بإمكانكم الاستماع إلينا من خلال البث المباشر على موقعنا في الإنترنت alifalifm.com. كمان تقدروا تتواصلوا معنا من جميع حساباتنا على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، إنستغرام واليوتيوب. بإمكانكم ترسلوا لنا أسئلتكم واستفساراتكم وإن شاء الله ضيف الحلقة هيجاوب عليها. أرحب بضيفي في حلقة اليوم الدكتور محمد صبيح، استشاري جراحة القلب بمستشفى الدكتور سليمان فقي. حياك الله دكتور محمد وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم. نشوى وشكرا جزيلا على الاستضافة. الله يسلمك، نعمل تكون الحلقة مفيدة يستفيد منها المستمعون الكرام بإذن الله تعالى. طبعا موضوع مشاكل القلب يا دكتور موضوع مهم جدا، لأنه قد يفاجئ البعض منا، قد يفاجئ أشخاص عزيزين علينا ونلاقي نفسنا إنه إحنا في ورطة وما عندنا القدرة على التحكم أو التصرف السريع. فخلينا دكتور في البداية، يعني إحنا قلنا في المقدمة إنه مشاكل القلب قد تكون منتشرة، لكن بفضل الله تعالى التقنيات الحديثة ساهمت وسهلت كثير في علاج مشاكل القلب، وتحديدا جراحات القلب اللي بتعتبر من الجراحات المعقدة والخطيرة طبعا. وبتثير الخوف عند الناس. فبداية دكتور خلينا نتكلم عن جهاز الإكمو. إيش هو جهاز الإكمو كتقنية وكيف ساعد في عمل العمليات الخطيرة؟ جهاز الإكمو هو ما يسمى بالإكسترا كوربوريال ممبرين أكسجينيشن، باللغة العربية هو الأكسدة الغشائية خارج الجسم. وهو جهاز من أجهزة المساندة لعمل عضلة القلب، يستخدم في الحالات الحادة، سواء في حالات القصور الحاد للقلب أو القصور الحاد للرئتين. المرضى اللي بيحصل عندهم قصور حاد للقلب سواء نتيجة التهاب في عضلة القلب مايوكاردايتس، أو نتيجة احتشاء في عضلة القلب أو الجلطة القلبية، ممكن أحيانا إذا كانت وظيفة عضلة القلب فيها قصور شديد وعن طريق الأدوية لا يستطيع القلب تلبية حاجة بقية أجزاء الجسم من حيث التروية الدموية، يمكن أن يتم وضعهم على هذا الجهاز لفترة مؤقتة لحين تعافي عضلة القلب، أو لحين وضع المريض على جهاز قلب مساند طويل الأمد،
أو أحيانا إذا كانت متوفرة خدمة زراعة القلب. ممتاز. أيضا هذا الجهاز الإكمو يستخدم في حالات قصور الحاد في وظيفة الرئتين، سواء في حالات مثل ما يسمى بالـ ARDS أو Acute Respiratory Distress Syndrome أو ما يسمى متلازمة ضيق التنفس الحادة باللغة العربية، حيث يحصل هبوط وقصور حاد في وظيفة الرئتين، ويعني حتى عن طريق وضع المريض على جهاز التنفس لا يمكن أن يتم أكسدة الدم وتبادل الغازات بشكل يعني كامل. ففي مثل هذه الحالات طبعا يعني لاحظنا بالفترات الأخيرة أنه أيضا غير الـ ARDS في بعض الحالات مثل أيام كانت جائحة كورونا وبعض الالتهابات الفيروسية الأخرى ممكن أن تؤثر على وظيفة التنفس وتحدث قصور حاد في وظيفة التنفس. وأحياناً هؤلاء المرضى بيستفيدوا من وضعهم على جهاز الإكمو لعمل أكسدة للدم وعمل تبادل لغاز ثاني أكسيد الكربون. لحين تعافي الرئتين ممكن يحصل خلال أيام أو خلال أسابيع. كثير من الحالات تم إنقاذ حياتها في فترة جائحة كورونا على مستوى المملكة وعلى مستوى جدة، تم وضع مئات الحالات على هذا الجهاز ونسبة النجاح يعني حوالي 50-60% ممكن أن يتعافى المريض وتنفصله عن الجهاز. فعملية فصل المريض عن الجهاز هل هي سهلة دكتور؟ يعني أنا كده فهمت من حضرتك أنه جهاز الإكمو هو جهاز بيستخدم لإنقاذ حياة الشخص. نعم. في حالة فشل القلب أو فشل الرئتين. نعم. يعني صحيح. القلب قد يتوقف فهو بيدخل بيعمل عملية إضافة أو إدخال الأكسجين في الدم، لأنه بدون هذه العملية الإنسان يتوفى. نعم. فعملية يعني حضرتك قلت أنه أنقذ حياة من 50-60% من الناس. أكيد. اللي كانوا خلاص معرضين فعلا للموت المحقق. نعم. يعني نعم. تمام. فهذا الجهاز موجود عندكم في سليمان فقيه؟ متوفر حاليا في مستشفى الدكتور سليمان فقيه، وإحنا قريبا إن شاء الله بالقريب العاجل سوف يبدأ برنامج الإكمو لعمل مثل هذه الحالات. ممتاز. عملية التعامل مع الجهاز سهل، يعني هو بينقذ حياة الإنسان بعد ما بيعدي مرحلة الخطر، بالإمكان أنه يتم فصله بدون مخاطر أو مضاعفات. نعم. في خلال أيام أو أحيانا أسابيع إذا تم تعافي القلب أو الرئتين يتم فصل المريض عن هذا الجهاز، ونسبة النجاح مثل ما قلت أنه تقريبا حوالي 50-60%. ويعني في بعض الحالات اللي لا يتم فيها تعافي القلب أو الرئتين، طبعا إذا كانت الخدمة متوفرة يعني في مراكز أخرى مثل زراعة القلب أو مثل الأجهزة المساندة طويلة الأمد أو مثل زراعة الرئتين، فيتم تحويل المريض إلى مثل هذه المراكز للقيام بخطوات التالية في العلاج. ممتاز. طيب خلينا دكتور نتكلم عن أبرز الخدمات المتوفرة عندكم في مستشفى الدكتور سليمان فقيه. يعني قد تكون تقنية أو جهاز الإكمو واحد من هذه الأجهزة، لكن إحنا عارفين أنه الآن جراحات القلب بتساهم التقنية فيها وفي نجاحها تحديدا بشكل كبير جدا. وبيسعدنا أنه إحنا نعرف أنه في مكان موجود متاحة فيه هذه التقنيات. نعم، في مستشفى الدكتور سليمان فقيه الحمد لله نحن يعني نقوم بإجراء كافة عمليات جراحة القلب من خلال عمليات زراعة الشرايين أو تبديل الصمامات أو إصلاح الصمامات، عمليات القلب عند الكبار، وأيضا كل عمليات القلب عند الأطفال. الخدمة كلها متوفرة، لدينا فريق متكامل من جراحين استشاريين واستشاريين تخدير واستشاريين عناية وفريق ICU بشكل كامل. العمليات المعقدة والخطيرة نقوم بإجراها، والحمد لله النتائج ممتازة جدا لدينا. وفي رسالة أنا يعني حابب أوصلها من خلال هذا البرنامج، وحضرتك تفضلتي فيها أنه عملية القلب معقدة وكبيرة، والناس شوية يعني لما يذكر كلمة عملية قلب مفتوح شوي بتخوفوا من هذه العملية. لكن اللي حاب أذكره أنه حتى على مستوى العالم أصبحت عمليات القلب، وعندنا في المملكة وفي مستشفى الدكتور سليمان فقيه نسبة النجاح في عمليات القلب مفتوح أصبحت عالية جدا، وذلك لتقدم التقنيات في الجراحة وفي التخدير وفي العناية المركزة.
أصبحت يعني الآن نسبة النجاح حوالي 98 أو 99% في معظم الحالات. ما شاء الله نسبة ممتازة. نسبة ممتازة جدا، وهي بتنقذ حياة المرضى، وإحنا بننصح المرضى أنه في حالتهم كانت تستدعي القيام بعملية قلب مفتوح، فأن ما يتخوفوا ويعني يوافقوا على إجراء العملية، لأنه بتعطيهم فرصة. طبعا كل شيء بيد رب العالمين، لكن إحنا ناس مؤمنين، لكن الدراسات تثبت أنه المرضى اللي بيعملوا هذه العمليات بتكون فرصهم في الشفاء وأنهم يعيشوا حياة طبيعية بعد إجراء العملية والتعافي منها كبيرة جدا. نعم ممتاز. حلقتنا مستمرة معك دكتور محمد صبيح، استشاري جراحة القلب بمستشفى الدكتور سليمان فقيه، لكن هنطلع فاصل الآن، ونرجع بعد الفاصل نعرف إيش هي أبرز جراحات القلب بالنسبة للكبار، وكيف بيتم التعامل معها، وأيضا بالنسبة للأطفال، وإيش الجديد من تقنيات مثل جراحة الروبوت. أعزائي المستمعين، نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 012-61-61-100، ورسائلكم على واتس البرنامج 055-66-89-01. فاصل وراجعين. طبابة مع نشوى السكري، حياكم الله من جديد مستمعين الأعزاء، وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية في برنامج طبابة على ألف ألف أف أم الموج السعودية، ومع ضيف حلقتنا اليوم الدكتور محمد صبيح، استشاري جراحة القلب بمستشفى الدكتور سليمان فقيه الطبي، وموضوعنا اليوم عن التقنيات الحديثة في علاج مشاكل القلب. حياك الله دكتور محمد، وأهلا وسهلا فيك مرة تانية. أهلين. طبعا مستمعينا بنستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج 012-61-61-100، ورسائلكم على واتس البرنامج 055-66-89-01. طيب دكتور، احنا قبل الفاصل كنا بنسأل بنقول ايش هي ابرز الجراحات اللي بيتم اجراءها للكبار. نعم. وقبل ما نوصل لمرحلة احتياج لجراحة، ايش اللي ممكن اصلا يقود الشخص انه هو يحتاج جراحة، طبعا غير انه التقدم في العمر ومشاكل الشيخ. مثل ما بنعرف يعني أكثر مرض هو مرض العصر الآن، هو مرض تصلب الشرايين أو أثيروسكليروسيس كورونري أرتري ديزيز، تصلب شرايين تاجية، وعوامل الخطورة للأسف هي يعني موجودة بكثرة في مجتمعاتنا، مثل مرض السكري، الضغط، ارتفاع نسبة الدهون في الجسم والكوليسترول، بالإضافة إلى التدخين، بالإضافة إلى ضغوطات الحياة واللايف ستايل. يعني هذه كلها عوامل خطورة، إذا بيسيطر عليها الإنسان ممكن أنه يقلل نسبة حدوث مرض تصلب الشرايين. والكشف المبكر أيضا على الأمراض هذه، لأنه للأسف الشديد أغلب المرضى اللي بيجونا في المستشفى بيجوا بعد حصول جلطات في القلب، وأحيانا هذه الجلطات بتؤدي إلى ضعف في عضلة القلب، فبتأثر على يعني العلاج وعلى مستقبل المريض. فبننصح المرضى يجوا بشكل مبكر، يتعالجوا من عوامل الخطورة، يتم الكشف إذا هم عندهم هذا الانسداد في الشرايين، ويتم العلاج حسب الحالة، سواء العلاج بالأدوية أو العلاج بالدعامات أو العلاج عن طريق الجراحة. ومثل ما قلت سابقا أنه الجراحة الآن أصبحت متطورة ونتائجها طيبة جدا على المدى البعيد. طبعا المرضى اللي عندهم انسداد في ثلاث شرايين أو في شرايين رئيسي الأيسر، هم أفضل شيء لهم هو الجراحة، حتى نتائجها على المدى البعيد أفضل حتى من العلاج بالأدوية والدعامات. وفي حال أنه الأطباء قرروا جراحة للمريض، جراحة شرايين، ننصح المرضى بقبول هذه العملية. العملية هي ما يسمى باللغة الإنجليزية coronary artery bypass grafting أو كابج، باللغة العربية ترقيع الشرايين التاجية أو تطعيم الشرايين التاجية، أو باللغة الدارجة العامية عمل كباري لمنطقة الانسداد. هي عملية قلب مفتوح، يتم فتح الصدر وأخذ شريان من جدار الصدر، يسمى الشريان الصدري الأيسر في معظم الحالات، وبعض الحالات الشريان الصدري الأيمن، بالإضافة إلى أنه نستعين ببعض الأوردة من الساق، ويتم زرعها على عضلة القلب لتغذية عضلة القلب وعمل بايباس أو يعني نتجاوز المنطقة اللي فيها الانسداد. والمريض بيجلس في المستشفى تقريبا يعني يومين أو ثلاثة في العناية المركزة بعد إجراء العملية،
وحوالي 4 أو 5 أيام في الورد الطابق، ويعني بغادة المستشفى عادة خلال أسبوع من العملية، وبيتعافى بشكل تام من العملية بعد حوالي تقريبا 6 أسابيع وبيرجع لممارسة حياته الطبيعية. يعني حضرتك الآن تقصد أنه الأشخاص اللي عندهم انسداد في الشرايين، تحديدا شرايين نعم. القلب نعم. بيتم مو استبدال الشريان، بينعمل شريان بديل وصلة شريانية نعم. على أساس أنه الدم يمر منها فبالتالي ما يصير في شيء يمنع تدفق الدم. ممتاز. هذه العملية دكتور يعني كلمة قلب مفتوح كلمة مفجعة صراحة، كلنا نخاف منها لما نسمع أنه عملية قلب مفتوح. يعني حتى كان زميلنا مخرج البرنامج قبل الحلقة يقول له يا دكتور كنتوا كيف تفتحوا القلب؟ فحضرتك بسطته للموضوع وقلت له الموضوع مو بهذه الصورة، هو بس فتح للصدر علشان نقدر نتعامل مع عضلة القلب. لكن نتائجها جيدة، نتائجها ممتازة جدا، نسبة نجاحها في معظم الحالات، خاصة إذا المريض جاء بدري وكانت عضلة القلب ما زالت يعني تعمل بشكل ممتاز. نتائج الجراحة تقريبا مثل ما قلت حوالي 98-99% نسبة النجاح يعني. طيب هذا بالنسبة للي عنده انسداد. اللي عنده جلطة في القلب يا دكتور كيف بيتم التعامل معه؟ نفس الشيء، الجلطة هي سببها الانسداد، ولكن انسداد يصير تام في الشريان. فأحيانا الجلطة هي بتكون الأول بريزنتيشن أو أول ما يجي المريض عنا بتكون عن طريق الجلطة، أو ممكن يكون عنده أعراض ألم في الصدر أو ذبحة صدرية، كل ما يمشي بصير عنده ألم في الصدر. فهذه الأعراض اللي المرضى بيجوا فيها، بيشوفوا استشاري القلب والتداخلات القلبية، وبيتم تقرير قسطرة للشرايين التاجية التشخيصية، يتم عمل القسطرة التشخيصية، وبعدين يعني حسب النتائج ومكان الانسدادات يتم النقاش بيننا وبين أطباء زملائنا أطباء القلب. إذا كان هناك انسداد في شريان واحد أو في منطقة واحدة ممكن يعني يتم علاجه عن طريق الدعامات. إذا كان في شرايين متعددة والمنطقة بعد الانسداد ممكن أن حجم الشريان جيد للزراعة، فيتم تحويل الحالة إلى الجراحة، نقوم بإجراء الجراحة وتعافى المريض بعد أسبوع يخرج من المستشفى. تمام. القسطرة هنا المقصود بها حضرتك تقول قسطرة للتشخيص، ففي عندنا قسطرة تشخيصية وفي قسطرة علاجية اللي هي الجراحية. التشخيصية هذه بتدخل بتستكشف يعني نسب الانسداد أو وجود الجلطات داخل الشرايين، تصوير الشرايين، وبعدين إذا كان ما فيها شيء، ما في انسدادات أو الانسدادات بسيطة، يتم العلاج بالأدوية. إذا الانسدادات شديدة يتم اتخاذ القرار من قبل فريق المعالج، هل هو انسداد في منطقة واحدة أو في شريان واحد، وهل الحالة تستدعي التحويل الجراحي، أو يمكن عمل دعامات، وفي نفس يعني الجلسة اللي هي القسطرة التشخيصية تتحول في نفس الجلسة إلى قسطرة علاجية، وتم وضع الدعامة إذا كانت الحالة لا تحتاج إلى جراحة. ممتاز. طيب بالنسبة للصمامات يا دكتور كيف بيتم التعامل مع مشاكل الصمامات؟ يعتقد لازم تغيير للصمام. الصمامات يعني هو مرض ثاني، يعني قصور في وظيفة صمامات القلب، سواء الصمام الأيورتي، الصمام أو يسمى الأبهري أو الصمام التاجي، الصمام الثلاثي. القصور هذا إما بيكون ارتجاع في الصمام أو تضيق في الصمام، وإله أسباب متعددة، منها الكثير شائع في مجتمعاتنا اللي هي الروماتيزم، والناس اللي بيكون عندهم روماتيك فيفر أو حمى روماتيزمية في الصغر لأنه حصل عندهم التهابات ولم يعني هم أطفال ولم يعني يتلقوا المضادات الحيوية المناسبة، ممكن تأثر على الصمام، تعمل فيه التهاب، مع تقدم العمر هذا الالتهاب يؤدي إلى تضيق في الصمام. فالمرضى اللي عندهم تضيق أو ارتجاع في هذه الصمامات بيحصل عندهم أعراض، يعني تعب، ضيق في النفس، ممكن حدوث يعني ارتشاح أو سوائل في الرئتين. فعندما يأتي المريض إلى المستشفى إلى طبيب القلب يعاني من هاي الأعراض، بيتم عمل إيكو كارديوغرافي أو تصوير للقلب، وبيبين أنه في انسداد أو ارتجاع، أو هناك يعني إذا كان الانسداد بسيط أو متوسط ممكن يعني العلاج بالأدوية ومتابعته، لكن إذا الانسداد شديد
يحتاج إلى تداخل جراحي. نسبة النجاح للتدخل الجراحي هنا نفس الشيء، نسبة النجاح إذا كان المريض جاي بدري والعضلة القلب ما زالت، لأنه إذا المريض عنده انسداد أو ارتجاع في الصمامات لفترة طويلة مع مرور الوقت تتضخم عضلة القلب وتضعف، ممكن يحصل عندهم مشاكل أخرى مثلا رجفان أذيني، تغير في نبض القلب. فإذا جاء المريض يعني في بداية الأمر وما زالت العضلة قوية، أيضا التعافي من العملية بيكون بشكل ممتاز ونسبة النجاح عالية جدا بالنسبة للصمامات، أيضا فوق 95% أو 96% بالنسبة لعمليات الصمامات. بيمارس الشخص حياته بشكل طبيعي بعد العملية. بشكل طبيعي. الصمامات طبعا يعني الآن في حديث كثير عن زراعة الصمامات بالقسطرة، ما زال الموضوع في بدايته يعني من حوالي 10-15 سنة فقط، هو أكثر شيء ناجح بالنسبة للصمام الأبهري، عملية زراعة الصمام بالقسطرة أو اختصارها باللغة الإنجليزية هي تافي أو ترانسكاثيتريورتيك فالف إمبلانتيشن. ما شاء الله دكتور، المصطلحات العلمية الطبية. أنا بحاول يعني قدر الإمكان إنه ما يعني أكثر كثير بالمصطلحات العلمية، لكن يعني نذكرها حتى لو المستمع يعني سمع الموضوع ونحاول نترجمها ونبسطها باللغة العربية. تمام. فهذه يعني ما زالت في بدايتها وتعمل في الحالات اللي هو بيكون هاي ريسك أو خطورة مرتفعة إنه المريض يروح العملية الجراحية، سواء عضلة القلب ضعيفة جدا أو المريض كبير جدا في السن، ممكن أنه يعمل زراعة القلب، زراعة الصمام الأبهري عن طريق القسطرة. الحالات الأخرى سواء الصمام الثلاثي أو التاجي أو الحالات الأخرى من الصمام الأبهري يتم عملها عن طريق الجراحة. نوع الصمامات، هناك نوعين من الصمامات اللي إحنا بنزرعها، سواء صمامات معدنية أو صمامات نسيجية. عادة المرضى الصغار في السن نعملهم صمامات معدنية، لأنها يعني هذه الصمامات ممكن تخدم فترة طويلة 20-25 سنة، لكن المساوئ فيها أنه المريض لازم يمشي على دواء السيولة اللي هو الورفرين، ويعمل فحص السيولة كل شهر ويكون يعني متابع لهذا الفحص، لأنه إذا ارتفعت نسبة السيولة ممكن لازم الله يصير عنده نزيف، إذا نزلت نسبة السيولة ممكن تجلط سواء على الصمام ما يعود يشتغل الصمام أو هذه الجلطة، يعني لازم متابعة. لا أي لازم متابعة دقيقة جدا من المريض. المرضى الكبار بالسن اللي هم يعني تقريبا فوق 60 سنة أو أكثر، ممكن أنه يتم زراعة صمام نسيجي أو حيواني، وهذا عادة ما بيحتاج إلا دواء سيولة بسيط يعني في أول 3 أشهر، وبعدين ممكن المريض يكمل على الأسبرين. بس فترته مشكلته أنه فترته تقريبا يعني أحيانا ممكن 5-10 سنوات، أحيانا بوصل 15 سنة في بعض الحالات، وبيصير في نوع من التكلس. هذا الصمام ممكن يتم زرع صمام تاني بعملية إعادة تانية إذا المريض يعني يعني جاء بعد 10-15 سنة وفي مشكلة في الصمام. تمام. فهذه هي أنواع الصمامات. إحنا بنجلس مع المريض، أحيانا المريض بيكون في سن بين وبين يعني السن عادة هي مرحلة بين 50-65 سنة، ممكن الخيار يكون للمريض إذا هو إيش المناسب على حسب حياته كمان. بالضبط. إذا هو حابب يلتزم بالدواء السيولة بنعطيه الخيار الصمام المعدني، حابب أن يكون مرتاح شوي بنعطيه خيار الصمام النسيج. ممتاز. أنا أعرف منك يا دكتور كمان بالنسبة لمشاكل القلب عند الأطفال، أسباب إصابتهم بمشاكل القلب وكيف بيتم التعامل معها وعلاجها، وأيضا جراحة القلب بالروبوت. لكن نطلع فاصل قصير، نرجع بعد ونكمل حلقتنا. لازلنا نستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج 012-61-61-100، ورسائلكم على واتس البرنامج 055-66-89-01. فاصل وراجعين. طبابة مع نشوى السكري. حياكم الله من جديد مستمعينا، وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية في برنامج طبابة على ألف ألف أف أم الموج السعودية، ومع ضيف حلقتنا دكتور محمد صبيح استشاري جراحة القلب بمستشفى الدكتور سليمان فقيه الطبي، وموضوعنا اليوم عن التقنيات الحديثة في علاج مشاكل القلب وتحديدا جراحات القلب. حياك الله دكتور محمد وأهلا وسهلا فيك. طبعا لازلنا نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 012-61-61-100، ورسائلكم على واتس البرنامج 055-66-89-01.
طيب دكتور، الآن بالنسبة للأطفال اللي عندهم مشاكل في القلب، نعم، إيش أسباب إصابة الأطفال بأمراض القلب يا دكتور؟ نعم، أغلب أمراض القلب عند الأطفال هي أمراض خلقية، يعني تحدث عند الولادة، أحيانا يتم اكتشافها عند الولادة وأحيانا لا تكتشف، يعني يأتي الطفل بعد عدة سنوات بأعراض ضيق في النفس عند عمل أي مجهود، ويتم الكشف عن طريق الإيكو وتشخيص الحالة. نحن في مستشفى الدكتور سليمان فقيه الحمد لله تتوفر لدينا هذه الخدمة، إجراء عمليات جراحة القلب عند الأطفال، ليس فقط يعني عمليات الفتحات في بين الأذنين أو الفتحة بين البطينين، وإنما كافة عمليات جراحة القلب للتشوهات الخلقية المعقدة. حتى في المرض الأطفال حديث الولادة يعني يتم إجراء مثل هذه العمليات. القسم مجهز بأطباء جراحين وتخدير وأطباء عناية قادرين على التعامل والحمد لله مع مثل هذه الحالات، ونسبة النجاح عالية جدا في هذه الحالات. بيقدر الطفل يا دكتور بعد إجراء هذه الجراحة أنه يمارس حياته بشكل طبيعي، خاصة نحن بنتكلم عن طفل لسه قدامه حياة طويلة بإذن الله تعالى يعني. نعم، بيعتمد على التشخيص وعلى حجم التشوهات الخلقية الموجودة. في بعض الحالات بيرجع بشكل كامل إلى حياته الطبيعية لما يكون في فقط فتحة بين الأذينين أو فتحة بين البطينين، تشوهات البسيطة. التشوهات المعقدة أحيانا عملية واحدة وبيعود الطفل إلى ممارسة حياته الطبيعية، وأحيانا تحتاج عدة عمليات يعني على مراحل لتصحيح هذا التشوه الخلقي الموجود. ما بعد الجراحة؟ نعم. إيش المطلوب من الوالدين طبعا لمتابعة طفلهم والاهتمام بحالته علشان ما يصير في عنده انتكاسات لا قدر الله؟ نعم، يعني هو المفروض يكونوا واعيين تماما بحجم العيب الخلقي الموجود في القلب، وعلى تواصل دائم مع جراح القلب بعد الجراحة لأخذ التعليمات، تواصل دائم مع طبيب قلب الأطفال أيضا، التزام بالتعليمات، بالالتزام بالعلاج، إنه ليس فقط عمل العملية معناته إنه الطفل يعني ما بيأخذ علاجات، ممكن يحتاج إلى علاجات القلب بعد كده، وبحاجة إنه متابعة من الأهل، خاصة الأطفال صعب إنه يعني يلتزموا بالعلاج بدون متابعة الأهل. للأسف في كثير أطفال بيعملوا العمليات وبعدين بيغيبوا فترات وبيرجعوا بعد فترة بيكون يعني حصل تضخم في العضلة أو قصور في عضلات القلب، فمننصح الأهل في عمل مثل هذه العمليات خاصة تشوهات القلب المعقدة أنه يتابعوا باستمرار مع طبيب القلب الأطفال لعمل تصوير القلب بين فترة أخرى، وعمل فحص سريري بحيث أنه إذا في أي حاجة لإجراء جراحات أخرى أو قسطرة بعد كده يتم عملها قبل حدوث مضاعفات. تمام. طيب على الجانب الآخر دكتور، في بعض من الأهالي بيبالغوا في العناية بالطفل بعد إجراء الجراحة، تقريبا بيوقفوه عن ممارسة أي شيء في الحياة، وده يلعب بيروح يعني يشعر بطفولته يعني. فبرضو حضرتك إيش توجه يعني من كلام أو من نصيحة لهم؟ يعني هل معنى كده أن الطفل يكون قليل حركة ما يبذل أي مجهود، ولا إيش المفروض يسوي؟ أكيد كمان يعني بتعتمد على حجم التشوه الموجود، والطفل أصلا يعني هو ممكن يعني يكون طبيب نفسه، هو يعرف قدراته ومتى يعني وكم بيستطيع انه يجري ويلعب، ولما يضيق نفسه. في بعض الاطفال يعني في بعض الحالات ممكن ينزل عن الارض يعمل ما يسمى بالسكواتينج في حالات ضيقة النفس حتى يحسن من التنفس عنده. فأعتقد أنه يعني لازم يعني حجم الإكسرسايز أو المجهود اللي بيبذله الطفل يكون يعني معتمد على تفهمهم للمشكلة. في بعض المشاكل زي ما تحدثنا وجود فتحة في القلب يعمل عملية ويرجع طبيعي 100%، ممكن يمارس نشاطاته زيه زي أي يعني شخص آخر، في منهم بيصيروا أثليتس ورياضيين يعني بعد عمل مثل هذه العمليات. فهو دائما يعني أعتقد هو التواصل مع طبيب القلب والجراح ومعرفة التشخيص بشكل كامل، الإلمام بالتشخيص هو أفضل شيء في التعامل مع الطفل بعد إجراء هذه العمليات. جميل. طيب بالنسبة لتقنية الروبوت يا دكتور، لأي مدى ساهمت في تحسين النتائج وفي يعني تقليل نسب الوفيات طبعا لا قدر الله ودقة إجراء جراحات القلب؟
الروبوت أيضا هي تقنية حديثة في الجراحة بشكل عام، أكثر شيء يعني في جراحة النسائية وفي جراحة المسالك البولية تم استخدامها، حتى في جراحة العامة أيضا يتم استخدام الروبوت، وحاليا في جراحة القلب يتم استخدام الروبوت في إجراء عمليات القلب. معلش دكتور، هو كيف بيتم استخدام الروبوت؟ أنا لما أسمع كلمة الروبوت أتخيل إنسان آلي وهو اللي واقف مكان الطبيب في غرفة العمليات، بس هو الشكل مو كذا أبدا. هو الروبوت مثل ما تفضلتي هو يعني جهاز مثل الإنسان الآلي، له أذرع يتم تركيبها على المريض من خلال الجراح، والجراح هو اللي يقوم بتركيبه، الجراح برضه هو اللي بيركبها على المريض، لكن بعد ما يركب الروبوت والأذرع بتاعت الروبوت على المريض، بيروح الجراح على غرفة جانبية سواء داخل غرفة العمليات أو خارج غرفة العمليات، وبيقوم بتحريك الروبوت بدقة عن طريق الجهاز، والجراح هو اللي بيحرك الروبوت. أوكي، الروبوت هو اللي بيشتغل، لكن الجراح بتوجيه من الجراح. الهدف من مثل هذه العمليات يعني أحيانا تحريك الروبوت بيكون أدق، يعني عامل الاهتزاز الموجود ممكن يكون في إيد الجراح بيكون أقل، فبتكون دقة العملية أكثر. هذا واحد من الأدفانتجز أو المحاسن الإجراء العمليات عن طريق الروبوت. وأحيانا الوصول إلى أماكن صعب الوصول إلها عن طريق يد الجراح داخل الجسم بيكون أفضل، والأنجل الزوايا اللي الروبوت بيشتغل فيها بتكون أفضل من الاستخدام يد الجراح في الفيلد أو في منطقة العمليات. ممتاز. الروبوت بيفيدكم أنتم كجراحين قلب كيف في أي عمليات؟ الآن بدأ بالتدريج يدخل الروبوت. إحنا يعني الآن الحمد لله الروبوت أصبح متوفر في مستشفى الدكتور سليمان الفقيه، وإن شاء الله قريبا جدا حنبدأ في إجراء عمليات القلب عن طريق الروبوت. طبعا يعني يجب أن ننوه أنه ليس كل عمليات القلب يتم إجراءها عن طريق الروبوت، لأنه في المرضى لما يسمعوا أنه في روبوت فكلهم بيعاوزين يعملوا عن طريق الروبوت. فقط في حالات حاليا متوفر الخدمة في حالات يعني محدودة جدا، وهي أن يكون في هناك شريان واحد مسدود في الجسم، يتم عمل يعني وصلة شريانية من جدار الصدر من الشريان الصدري الأيسر، يتم أخذه عن طريق الروبوت وزراعته على سطح عضلة القلب. يعني هو زراعة شريان واحد. أما المرضى اللي بيحتاجوا لزراعة ثلاثة أو أربع شرايين أو عمليات الصمام ما زالت تعمل بالطريقة التقليدية، لازم الجراح بنفسه بيد جراحة القلب المفتوح وفتح الصدر. ممتاز. حلقتنا مستمرة معك دكتور محمد صبيح استشاري جراحة القلب بمستشفى دكتور سليمان فقيه الطبي. هنواصل حلقتنا بعد ما نطلع فاصل قصير ونرجع بعد ونكمل حوارنا وناخذ أسئلة المستمعين. بإمكانكم التواصل معنا على واتس البرنامج 055-66-89-01. فاصل ونواصل. طبابة مع نشوى السكري. ويا هلا وسهلا فيكم مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة تانية في برنامجكم طبابة على ألف ألف أف أم، ومع ضيف حلقتنا دكتور محمد صبيح استشاري جراحة القلب بمستشفى دكتور سليمان فقيه. حياك الله دكتور مرة تانية، أهلا وسهلا فيك. لازلنا نستقبل أسئلتكم على الواتس 055-66-89-01، وإحنا الآن وصلنا إلى الجزء الأخير من حلقتنا اللي بنجاوب فيه على أسئلة المستمعين. طيب دكتور، هناخذ الآن الأسئلة. هذا أول سؤال من الأخ فيصل من جدة، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عمري 55 سنة يا دكتور، لما أمشي مسافة قصيرة جدا أتعب وما أقدر أتنسم، أو إذا أشيل كرتون أو أي حاجة فيها مقاضي شيء برضو بسيط أتعب ما أقدر أتنفس، أقعد يعني 10 دقائق أرتاح لما أقدر أخذ نفسي وبعد كذا أرجع يعني أكمل الشيء اللي كنت بسويه. إيش الطريقة يا دكتور وكيف أتعامل مع هذه الحالة وبإيش تنصحني؟ هو الأخ فيصل بيشكي من ضيق نفس أو كتمة، وأحيانا الكتمة هذه بتكون أعراض نقص تروية في عضلة القلب وانسداد في الشرايين، وأحيانا بيكون لما يمشي المريض فترة بسيطة بيصير عنده ألم في الصدر، ألم بحس مثل في شيء ثقيل على صدره، وأحيانا هذا الألم بيسمع في الكتف وأحيانا بيسمع في الفك. هذه كل علامات الذبحة الصدرية.
فبننصح الأخ فيصل أنه ما يتأخر ويقوم بزيارة طبيب قلب، ويستثني طبيب القلب خاصة إذا كان عنده يعني عوامل خطورة لحدوث أمراض الشرايين زي مثل الضغط والسكر وارتفاع الدهنيات والتدخين. وإذا كان طبيب القلب عن طريق الأعراض وعن طريق الفحص السريري وعن طريق إجراء بعض الفحوصات مثل تخطيط القلب مثل الإيكو استثنى وجود مشكلة في شرايين القلب، ممكن يتم تحويله لاستشاري الأمراض الصدرية لمعرفة سبب الكتمة هذه. أيضا يتم عمل تقييم لوظيفة الرئتين. فبنصح الأخ فيصل ما يتأخر ويقوم بزيارة استشاري أمراض القلب في أقرب فترة ممكنة. تمام. في سؤال كمان يا دكتور يقول بالله حب أسأل الدكتور ليش زادت حالات الجلطات في الفترة الأخيرة بين الشباب وصغار السن؟ نعم فعلا ملاحظ جدا احنا في مستشفانا، يعني منشوف يعني في عدد كبير من المرضى في الفترة الأخيرة يعني في الثلاثينات والأربعينات من العمر بيجوا في حالات جلطات قلبية مثل ما تحدثنا، لأنه عوامل الخطورة اللي بتؤدي لتصلب شرايين تاجية موجود بكثرة في مجتمعاتنا مثل السكر، وأحيانا كثير ما بيكون مشخص، يعني المريض بيجي على المستشفى ما بيعرف أنه عنده سكر، وبنلاحظ أن السكر التراكمي عنده 8 أو 9 فما في سكرينينج، ما في فحص بشكل عام. ننصح الناس بشكل عام أن يكون عنده طبيب عام أو طبيب أسرة كل فترة يروح عنده يعمل فحوصات للدم، فحوصات للعلامات الحيوية يتأكد ما في عنده أمراض مزمنة. فكثير من المرضى عندهم سكر، عندهم ضغط، عندهم ارتفاع في نسبة الدهون، ما بيكون عمل ولا مرة فحص الدهون الكوليسترول والLDL والدهنيات الثلاثية. أيضا تدخين للأسف الشديد منتشر بكثرة في مجتمعاتنا، وهو من عوامل الخطورة الرئيسية في مرض تصلب الشرايين. ودكتور التدخين يعني الآن صار يقولوا إحنا ما ندخن، إحنا ناخذ فيب. نعم. فيقولوا الفيب صحي وما منه أضرار. أنا ما بقول الكلام رأيي. هذا هم اللي يقولوا. كله بالآخر يعني نفس المكونات اللي بتأثر على الشرايين وبتؤدي الانسداد، فكلها يعني سواء تدخين عادي أو السيجارة الإلكترونية أو الشيشة الإلكترونية برضو لها نفس المشاكل والأضرار، نفس المشاكل على المدى البعيد. تمام. فبالإضافة طبعا ل يعني عوامل الخطورة الثانية، هاي العوامل الخطورة اللي تحدثت فيها العوامل الرئيسية. أيضا ضغوطات الحياة واللايف ستايل والستريسفول لايف بتزيد من البرسوناليتي تايب، كل هاي من العوامل اللي بتزيد من خطورة حدوث مرض تصلب الشرايين. العوامل الجينية والعوامل العائلية الفاميلي فاكتورز برضو كمان ممكن من العوامل اللي بتأثر في تصلب الشرايين. للأسف كمان يعني طبيعة الحياة وطبيعة الأكل عند أغلب الناس إنه ما بيعيشوا هيلثي لايف ستايل، ما في رياضة، مشغولين بالعمل على طول. أغلب الوقت الناس أمام شاشة التلفزيون أو شاشة الموبايل، فما بي يعني ما بيتحرك وما بيعملوا رياضة. الأكل غير صحي، الكثير يعني معظم أكلهم هو عبارة عن الفاست فود واللي بيحوي الزيوت المهدرجة واللي إلها مضار كبيرة جدا وممكن يعني تؤدي إلى حصول مثل هذه الأمراض. فهذه كلها من عوامل الخطورة اللي للأسف أدت إلى زيادة هذه الأمراض حتى في جيل الشباب، وعم نلاحظ وجود يعني هذه الأمراض والجلطات في أعمار صغيرة. ولذلك ننصح الناس في كافة الأعمار أنه يكون في طبيب أسرة ويكون باستمرار بيعمل تشيك على يعني العلامات الحيوية، وعلى إذا في ضغط أو شيء على فحص السكر، فحوصات دورية، وإذا في أي أعراض يزور طبيب قلب. وليس بالضرورة أنه المريض لما يجي عند طبيب قلب أنه يعمل قسطرة على طول، أحيانا إذا كانت تحليل بسيط ممكن يكشف، ممكن يكشف عن طريق تحاليل بسيطة، عن طريق عمل تخطيط للقلب أو رسم للقلب ECG،
ممكن يقوم بعمل بعض الفحوصات مثل الستريس تيست أو فحص الجهد، ممكن الفحص الجهد عن طريق الـ يعني المواد المشعة والبرفيوجن سكان، وممكن يقوم بعمل صورة طبقية ملونة للشرايين التاجية، وإذا يعني كانت هذه الفحوصات يعني تقترح أنه وجود مرض في الشرايين التاجية يتم بعدها عمل القسطرة. أحيانا لما تكون الأعراض واضحة تماما أنه هي أعراض ذبحة صدرية، طبيب القلب على طول بشخص حاله وبيدخل المريض للقسطرة على طول. تمام. طيب في عندنا كمان دكتور سؤال آخر يقول: هل الشخص اللي تعرض لجلطة في القدم معرض إلى جلطة في القلب؟ نعم، الجلطات في القدم ممكن يعني نوعين، هل هي جلطة وريدية أو شريانية. يعني إذا كانت جلطة نتيجة نقص التروية الشريانية في شرايين الرجل، فممكن تكون لها علاقة بتصلب الشرايين، وهو نفس المرض، المرضى اللي بيكون عندهم تصلب الشرايين في الأطراف جزء كبير منهم بيكون عنده تصلب في شرايين القلب. لكن إذا كانت جلطة وريدية أحيانا لأسباب أخرى مثل يعني الجلوس لفترات طويلة، عدم الحركة، مثل يعني بعد إجراء عملية جراحية، الناس اللي يكون عندهم يعني هايبر كوغلوبستيت أو يعني زيادة في نسبة التخثر في الدم، بعض الأمراض بتؤدي إلى زيادة في نسبة التخثر فبتؤدي إلى عمل جلطات وريدية. فالجلطات الوريدية مختلفة عن موضوع تصلب شرايين القلب، وعلاجها بيكون عن طريق أيضا عمل فحوصات تأكد أنه ما في ارتفاع في نسبة التخثر الدم، أخذ العلاج لفترة معينة، وإذا كان المريض عنده عوامل خطورة لتكررها ممكن أنه يأخذ أدوية سيولة على المدى الطويل عشان تمنع حدوثها. وأحيانا إذا في خطور نسبة خطورة عالية أحيانا يتم تركيب فلتر، لأنه هذه الجلطات إذا حصلت في الأوردة ممكن ترجع على القلب وبعدين تروح على شرايين رئوية، هذه خطورتها يعني تعمل جلطة رئوية. إذا عملت جلطة رئوية ممكن تأثر كثير على نفس المريض وتعمل كتمة عند المريض، وإذا كانت جلطة كبيرة ممكن تكون بشكل خطورة على حياته. فلذلك إذا كان في نسبة خطورة عالية من هذه الجلطات، تكررها جلطات في الأوردة متكررة، ممكن المريض يحتاج إلى وضع فلتر في الوريد الأجوف السفلي عشان يحمي من هذه الجلطات تذهب إلى الرئتين. جميل. قبل ما أنهي الحلقة يا دكتور، في يعني نص دقيقة كده، الآن كجراح إيش الأشخاص العاديين ممكن يعملوا لشخص أصيب بذبحة أو سكتة قلبية قبل ما يوصل لحضرتك في المستشفى علشان تعمل له الجراحة وتنقذ حياته؟ إيش الأشياء البسيطة اللي ممكن نعملها عشان تنقذ حياته؟ أول شيء حيجي عند زملائنا أطباء التداخلات القلبية الانترفنشنال كارديولوجيست، يعني هم اللي بيقوموا بالتشخيص وعمل قسطرة. الشيء المهم جدا أنه الجلطة القلبية نوعين، في جلطة نافذة وجلطة غير نافذة، ويتم تشخيصها عن طريق تخطيط القلب. الجلطات النافذة هذه لازم أنه يتم عمل القسطرة وفتح الشريان خلال يعني أقصر فترة ممكنة، يعني احنا بنحكي تقريبا ماكسيمم ساعة ونص عشان نحافظ على التروية والعضلة ما تموت العضلة. في للأسف كثير في ناس بيجوا متأخرين كثير، طبعا احنا يعني في جايد لاينز معينة ممكن أكثر من ساعة ونص، بس الفترة الذهبية هي الساعة ونص. فإحنا الحمد لله في مستشفى الدكتور سليمان فقيه في عنا خدمة ما يسمى بالبرايمري بي سي آي، وهو يعني فتح الشريان مباشرة أول ما يجي المريض. فطبعا أهم شيء المريض اللي بيشكي من أعراض جلطة قلبية في البيت، مهم جدا أنه الأهل يكون يعني الناس بشكل عام يكون عندهم إلمام بإنعاش القلب. أنا بهذه الكلمة دكتور معلش مضطرة أقفل الحلقة لأنه خلاص يعني انتهى وقتنا. بشكرك جزيل الشكر. أقرب وقت للمستشفى وعدم التأخر عشان إنعاش قلبي ونقلوه على المستشفى. شكرا جزيلا دكتور محمد صبيح استشاري جراحة القلب بمستشفى دكتور سليمان فاكي، شكرا لوجودك معنا دكتور. شكرا جزيلا. الله يسلمك. الشكر لكم أنتم أيضا مستمعين الأعزاء، نلقاكم على خير في حلقة الغد، انتظرونا حلقة جديدة وضيف جديد. تقبلوا تحياتي نشوى السكري ورائد باراجي، في حفظ الله ورعايته.